السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أتحدى ما تحس بالسعادة للفيديو أو لو تشتركوا في القناة نصفنا تميد مشترك وضغط لايك نصفنا أبرا عن ملاك أفضل من الفيديو. أنا مش هاد أسانسير من الكهرباء ومعنا على التكاشي ينزل إزاي؟ واو ينزل من فوق وتحت، ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل أنا كان بحط حاجات المرة التانية، النظام زي بتطبع السخونة وكده، بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده، دي تليفون هواء بيشحن لوحده، واو بحط ليه من ورا تروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة، آلة رقيقة عشان يشيلها، بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة. صوت لغاية ما انت لازم دي بنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي الجديدة لوك عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واسرحها عاملة ازاي، مرة روعة حلوة. دي تكتب بالليزر او بتاع، تكتب ارقام، تكتب حروف وارقام. دي لغة ورق ألوان، زاد واحدة راح كل يوم لازم معايا، بص الألوان كلها. دي بص دي نفس زي الأولى، دي نفس زي الأولى، دي بص برضه بيعمل بيديه بيع كله طالع. واو مرة راح، وأنا عايز واحدة زي دي بيشيل الأسمنت الخطر، يكون جامد غلف أو شيل التغليف اللي عليه، شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر العالم المائية، وعارف المركب هو سايبه على المية ده، ودي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر، وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعمق ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات برضه دي كراتين بتتغلف، لسه بقى تروح المصانع وبيتغلف فيها. دي بقى بتبص اكتب بص ده برضه، ولا تلاقيه بص مع الإيدي وبص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي، كان تاكسي نموت، كان في المطارات وده طريق تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة، دي بتاع آلية بتعمل 4 ثواني، دي بتغلف شنط السفر بتغلفها. مش عارف تفتحها ولا يعمل اي حاجه. دي بتعمل شكل ارضيه في الارض، شكل ارضيه. دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسون بورد، دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقدام رصاص او العاب ناريه، دي لسه بقى تتغلق، تتحط في قناتين تتغلق على طول. واو دي برضه حاجه صفرا زي ورق، في شريط لفه على بتاع هيلفه على لغة هيلفه، بعد كده يروح يغلف في الباب، يغلف في الباب. دي بيض شايف بتاع الواو حط مادة، عندي ألوان، عندي أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس، كور صغيرة دي. دي من هالزرق، دي بقى بتاع بيحط اسمه بتاع بيلف، ويجيب آلات حادة ويرسم عليها.